السلام عليكم متتبعي الاعزاء، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي ندير لكم واحد الصابلي احترافي كيجي رائع، لاننا غادي ندخلوا فيه شويه تاع الدقيق الفينو. غادي نديروا ان شاء الله جوج الاشكال، هذا الشكل ديال الفراشه والشكل ديال الورده، فقط التلصيقه هي اللي كتختلف، واحده بالفاني واحده بالحامض. نتمنى ان هذا الصابلي يعجبكم. كالعاده غادي نخليكم دابا تاخذوا المقادير بعد منهم الطريقه. اذا في المقادير غادي نحتاجو، عندي هنا 125 غرام ديال زبده العبار تكون بحراره المطبخ، 125 غرام ديال السكر كلاصي، بيضه وصفر ديال البيضه، نص كاس عنبه ديال الزيت تقريبا 80 مليلتر، نص كاس ديال دقيق الفينو تقريبا 60 غرام، واحد الساشي ديال الفاني، معلقه كبيره ديال بودره الحليب نيدو، واخيرا الدقيق حسب الخليط. انا هزيت 375 غرام اللي هي 4.25. اذا في اناء غادي نديرو الزبده، غادي نضيفو عليها سكر كلاصي ولا فاني والزيت، غادي نخدمهم مزيان مع بعضهم حتى كتولي عندي بحال الكريمه. دابا غادي نضيف البيض وغادي ندخلو مزيان في الخليط. من بعد ما خلطتهم مزيان على بعضهم، غادي نضيف دابا معلقه كبيره ديال النيدو، قبيصات الملحه، وداك نص كاس ديال الفينو، ونبدا نضيف الدقيق الابيض على دفعات، وانا كنخلط برؤوس الاصابع حتى كتجمع عندي واحد العجينه اللي كتكون ما كتلصقش لا بالاصابع لا بالاناء اللي كنخلط فيه، وفي نفس الوقت كتكون رطبه وما قاصحاش. وكيف ما قلت لكم باللي الدقيق حسب الخليط، انا كنعطيكم التقدير هز ليا 4.25. دابا غادي نبسط العجينه وسط البلاستيك الغذائي، وغادي نحطها في الثلاجه على الاقل ساعه باش تشد في راسها، ماشي مشكل الا خليتها مده اطول. من بعد ما دازت ساعه غادي ناخذ العجينه وغادي نقسمها على جوج ونخدم بالنص ديالها، والنصف الثاني غادي نحطو في الثلاجه حتى نبغي نخدم به عاد نجبدو. دابا غادي نحطو وسط ورق الطبخ وغادي نبسطو مزيان رقيق جدا، لاني غادي نلصق جوج بسكويات على بعضهم، عاد غادي نزيد عليهم الشكلاط. ديما دوزو يديكم من الفوق بحال هكا باش تعرفوا البلاصه اللي خاصكم ترققوا اكثر ولا البلاصه اللي خليتوها غليظه. دابا من رققتو غادي نرش الدقيق مزيان من واحد الجهه ونقلب للجهه الاخرى. غادي نقطع بالطابع الدائري لانه هو اللي غادي يلصق فيه جوج بسكويات مع بعضهم. دائما فاش تشريو اي مول تاع الشوكولاط خذوا معاه الطابع ديالو. دابا غادي ناخذ سكين وغادي نهز به الصابلي وغادي نحطو في الطاوه المفرشه بورق الطهي ولا بالسيلبات، وكيف ما كتشوفوا لانني رشت الدقيق كيتهز بسهوله. غادي ندخلو يطيب في فرن مسخن من قبل على 160 درجه، يكون شاع من الفوق ومن التحت، واللي عندها المروحه ديرها. بالنسبه لفرن الغاز غادي دير الحراره منخفضه جدا وطيبو من التحت حتى يطيب، عاد شعل عليه من الفوق. وهذا هو اللون اللي خاص يكون عنده، يعني ما خاصناش نحمره. بالنسبه للنصف الثاني من العجين جبته من الثلاجه وبسطو شويه غليظ حيت ما غاديش نلصق جوج بسكويتات، وقطعته بهاد القطعه ديال الفراشه، وحتى هو غادي ندخلو يطيب على 160 درجه على الاقل 12 دقيقه. وهذه هي كميه الصابلي اللي كنحصلوا عليها من العجينه. بالنسبه للشكلاط استعملت هذه الماركه لانها لذيذه، قطعته قطع صغيره وذوبته في حمام مريم على نار منخفضه جدا حتى ولا ذايب. الا بان لكم ما بغاش يذوب تقدروا تزيدوا عليه شويه تاع الزيت. وهذا هو المول اللي كنستعمل، وكنعاود نفكركم فيما خديتو مول خدوا مع القطاعه اللي كتواتى معاه. دابا غادي نعمر كل بلاصه بشويه تاع الشكلاط غير بالمعلقه. ثم غادي نهزو ونطلقو عده مرات فوق طاوله العمل باش تحيدوا ليا فقاعات الهواء وكذلك التقد. ثم غادي نحطو في الثلاجه باش يشد في راسو، ومنين نقساه غادي ناخذ المول وغادي نقلبو ونبقى نضربو بحال هكا باش يطيحوا ليا قطع الشكلاط. غادي نصاوب باش غادي نلصق الصابلي.
كقاعدة عامة، الكمية اللي درتو تاع الشكلاط الأبيض غادي ديرو نص ديالها تاع الناباج. هنا درت 125 غرام ديال الشكلاط الأبيض ذايب، غادي نزيد عليها 60 غرام ديال الناباج ونحرك مزيان حتى ينسجمو على بعضهم. منين دابا نساجمو غادي ناخد الخليط وغادي نقسمو على جوج، النصف الأول غادي نزيد عليه نكهة الحامض والنصف الثاني غادي ندير ليه نكهة الفانيلا. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا على واحد العجين اللي تيكون لين وممتاز جدا كحشوه الصابلي، كيشبه شويه لحشوه الاوريو بالنسبه لنكهه الفاني، وكذلك كيعجب الاطفال بزاف، يعني ممتاز في شي مناسبه للاطفال. كيف ما كنشرحت لكم في الاول اللي على شكل ورده يعني دائري، غادي ندير لهم نكهه الحامض، والفراشه غادي نديرها بنكهه الفاني. كناخذ جوج بسكويتات، نعاود نذكركم درت البسكويت رقيق بزاف باش ما يجيناش غليظ، وكنلصقهم مع بعضهم بالحشوه تاع الحامض. ثم ناخذ قطعه من الحشوه ونلصقوا بها الشكلاط. بالنسبه لشكل الفراشه كيف قلت لكم غادي نديرو غير بسكويت واحد كيكون شويه غليظ، وغادي نديرو الحشوه بحيث انها ما تبانش من تحت الشكلاط. واللمسه الاخيره بالنسبه لهذا الشكل ديال الفراشه، غادي ندوز في الوسط شويه البودره الذهبيه. بالنسبه للشكل تاع الورده درت الوسط جوج معالق تاع الناباج مخلطين مع معلقه تاع الجلوكوز وشويه تاع الروح الحامض وزينت بهم، وهذا هو الشكل النهائي. بطبيعه الحال كنحصلوا على كميه اكبر، غير انا ما درتش الفينيسيون كلشي. وكيف ما كتشوفوا هاد الاشكال بساط ومع ذلك كيعطيو واحد اللمسه جميله في البلاطو. وان شاء الله في الفيديو القادم غادي ندير لكم هذا النوع الاخير من الصابلي اللي كيدار بالفرماج، كيجي لذيذ جدا. هكذا نكون وصلنا للنهايه تاع الفيديو، نتمنى ان هذا الصابلي يكون نال اعجابكم، واللي عنده سؤال تخليه ليا ان شاء الله غادي نجاوبه عليه. وبالصحه والراحه.